نشوف اللقطة اللي الزميل عامر عبد الله وصى عليها، هي اللقطة جميلة حدثت ما بين تياغو الكانتارا وحكم المباراة وحامل الراية، راح نشاهدها الآن. هي لقطة ربما كانت سريعة، الآن سنشاهدها، هي لقطة سريعة ولكن ردة فعل لاحظ وجه تياغو. لعيب. الحي يحييك يا حامد. حتى الحكم الحي يحييك، عايش مع المجموعة. طيب